مكة حول اجتماع وزارة داخلية الأقليم بخصوص توثيق جرائم داعش الإرهابي وحول جلسة برلمان أقليم كردستان. تفضل. مرحبا دلشين، مساء الخير. مساء الخير. يعني دلشين، اليوم كان هناك اجتماع برئاسة وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان السيد ريبر أحمد بخصوص جمع وتوثيق الجرائم التي ارتكبت خلال سيطرة داعش على المحافظات العراقية. هذا الاجتماع اليوم لا يقتصر على التوثيق فقط، إنما جمع الأدلة الجنائية التي ارتكبها داعش خلال فترة السيطرة على المحافظات العراقية، بالإضافة إلى توثيق هذه الأدلة والجرائم ونشر هذه، يعني إرسال هذه الجرائم إلى الأمم المتحدة. اليوم كان هناك حضور لممثلي الأمم المتحدة خلال الاجتماع، أيضا هناك حضور لمنسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان، وأيضا ممثلين عن الحكومة العراقية. ما سينتج عن هذا الاجتماع هو رعاية الأمم المتحدة إلى المحاكم التي ستجرى إلى يعني المنتمين إلى تنظيم داعش والمعتقلين في في السجون العراقية وحتى في سجون إقليم كردستان. يعني كما ذكر اليوم السيد ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان، قال إن الهدف من هذا الاجتماع هو يعني إجراء محاكمة عادلة لكل عناصر تنظيم داعش الذين ارتكبوا جرائم بحق مكونات الشعب العراقي وبحق يعني أيضا شعب إقليم كردستان هنا في المناطق، في مناطق سنجار وغير مناطق سنجار كذلك. هذا فيما يخص يعني الاجتماع الذي جرى في وزارة الداخلية اليوم. فيما يخص برلمان إقليم كردستان، اليوم يستضيف برلمان إقليم كردستان السيد وزير الصحة في حكومة الإقليم الدكتور سامان بارزنشي لمناقشة 4 ملفات مهمة. من هذه الملفات هو مناقشة التقرير الشهري الصادر من وزارة الصحة الخاص بفيروس كورونا، خاصة وأن الأسبوعين الماضيين قد سجلت فيها نسبة إصابة قليلة جدا، وسجلت وزارة الصحة انخفاض ملحوظ بعدد الإصابات يتراوح من 300 إصابة إلى 500 إصابة أو أكثر بقليل. أيضا مناقشة وبحث ملف كيفية إعادة الدوام الرسمي، كما يعني جرى في الشهر الماضي تم يعني إيقاف الدوام في المدارس الابتدائية لشهر كامل، وسيتم بحث كيفية استئناف الدوام الرسمي، وهل هناك موافقة من وزارة الصحة لاستئناف الدوام الرسمي بشكل يعني بشكل مباشر، أم إن الدوام سيقضي على هذا النحو، التعليم الإلكتروني، أو سيتم توقيف الدوام أو الإبقاء على توقيف الدوام. أيضا سيتم مناقشة آلية توزيع المساعدات الدولية التي تصل إلى إقليم كردستان وكيفية آلية توزيع هذه المساعدات على محافظات إقليم كردستان. أيضا اليوم يعني جلسة البرلمان تشهد حضور لمدراء دوائر الصحة في عموم محافظات إقليم كردستان لبحث سبل مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المرتقبة، خاصة مع فصل الشتاء في إقليم كردستان. ختاما دلشين، يعني عدد الإصابات في إقليم كردستان كما ذكرت قبل قليل انخفض بنسبة ملحوظة، هناك 300 إصابة 361 إصابة تقريبا خلال 24 ساعة الماضية سجلتها وزارة الصحة في إقليم كردستان. هناك 4 وفيات في أربيل، هناك 66 حالة إصابة في أربيل، بالإضافة إلى أن عدد الوفيات في عموم محافظات إقليم كردستان منذ بدء تفشي الفيروس بلغ يعني بدأ يصل حاجز 3000 حالة وفاة. أيضا هناك 92 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس وحتى الآن. نعم مصطفى، في يعني سؤال أخير في هذه المداخلة، يعني مسألة تأخر رواتب الموظفين في إقليم كردستان إلى أي مدى مؤثرة على الحركة الشرائية والحركة الاقتصادية في عموم مدن إقليم كردستان وتحديدا العاصمة أربيل؟
محمد، لا شك أن يعني تأخير الرواتب وعدم صرف الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد أثر سلبا وبشكل كبير وملحوظ على القوة الشرائية وحتى على يعني السكان هنا في إقليم كردستان الذين باتوا يدفعون ضريبة يعني ضريبة الخلاف مع حكومة بغداد. محمد، تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن هناك وفد حكومي من إقليم كردستان يعتزم زيارة بغداد، كما هو معلوم أن هناك 7 زيارات جرت، 7 وفود زارت الحكومة الاتحادية في بغداد لبحث ملفات عديدة، منها المستحقات المالية، موضوعة النفط والغاز، يعني كل الملفات العالقة ما بين حكومة إقليم كردستان وما بين حكومة بغداد. لكن هذه المباحثات سرعان ما تتعثر وسرعان ما تتأخر، بالتالي حكومة إقليم كردستان ليس لديها غير إرسال وفد إلى بغداد لبحث سبل أخرى لحل مشكلة يعني دفع رواتب موظفي إقليم كردستان. بالتالي الشارع الكردي يتطلع إلى يعني حل هذه المشكلة بشكل كبير، ولي يعني لاجتياز عقبة مهمة، وهي عقبة تأخير الرواتب بشكل متكرر على الموظفين في إقليم كردستان. محمد. نعم مصطفى سلمان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من أربيل عبر الصوت والصورة، ومنك أنتقل إلى